هاد الموقع هذا ديال كومبرسا مزيان كومبرسا. هاد الموقع عنده واحد بعدين، بعد استراتيجي وبعد اثري، بعد تاريخي. بعد تاريخي نظرا لان هاد الخزانات الاولى هنا تنشات 1933، هنا كيبان العمق التاريخي ديال هاد المنشاه. جاو من بعد من الخزانات ديالنا اللي هي خزانه 1957، ومن بعد الدغنيي اللي هو هذا هو الحجم ديال الدامين بركيب اللي تنشا 1976، مجموع ديال الطاقه ديال التخدم ديال كتبلغ واحد 144 متر مكعب، اي ما يناهز او يتجاوز ثلث ديال التخزين ديال الكنيسه. كما يخفى على الجميع لان هذه الخزانات عندها واحد الدور في قلبيات ديال الحاجيات ديال المواطن، من هنا كنستغلوا الواردات ديال المواطني للماء والكهرباء، ف البرودكسيون اون جينيرال كتدخل هنايا وهنا كيبقى التخزين، ومن بعد تيبقى التوزيع. والدور ديالها هو انك تامن الحاجيات في ساعات الذروه. المكتب الوطني كنعرفوا بان المملكه عرفت واحد الشح في التساقطات، وبالتالي واحد العجز في الواردات، والانتاج ديال المكتب الوطني تيبقى انتاج محدود، فبالتالي ما يمكنش يؤدي وما يمكنش يؤدي الدور ديالو عند الذروه. فاذا الخزانات يمكن لها تلبي هذه الذروه، وهنا كان كيعرف الجميع ان المدير ما عرفش حتى شي قطاعات بان هذه السنوات الاخيره، وقدرنا الحمد لله اننا نزودوا البناء في 24 ساعه في كل على طيلة هذه السنوات الاخيره. الاشغال اللي قامت بها الوكاله هنايا هي اشغال ديال لا ميزانية ديال لو سيت، لانه كما قلت هو سيت اللي تنشا في ازمنه شويه، دونك كان خصنا نردوه في الحله ديالو اللي كتمكننا من الجوده ديال الخدمات ديالنا. وكان ميزان علينا اننا نربي واحد ونخدموا واحد التجهيزات اللي طالبتنا بها اللجان الامنيه اللي كتحرص على تحميل المنشآت الاستراتيجيه، منها لو فيل باربولي، من الكاميرا دو سوبرفيزيون. عندنا كان مشروع اذا واحد لا غوميزون نعاودوا لا دار ديال ريزيرفوار ديال كاتميل، لانهم عرفوا شويه ديال التاكلنا بعد واحد الاكسبيرتيز اللي قمنا بها مؤخرا. بالمجمل واحد العدد ديال الاشغال اللي قامت بها الوكاله في السنين في هذه السنه، الهدف كله هو لا ميزانيفو ديال هذا الوسائل.